السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما أبدأ معكم في الفيديو، يا ريت لأول مرة يدخل قناتي يسيب لي سبسكرايب، يحط لي سبسكرايب ويعمل لي لايك وشير، والمشتركين ما ينسوش اللايك وبلاش الديسلايك. النهاردة عاملة لكم كرات الباس، اللي هي الباس بومب، بالكرات الفوارة اللي انت شفتها في اول الفيديو وانا بحطها في البانيو. ودي مكوناتها سهلة جدا، تحتاج لنص كوباية بيكنج صودا اللي هي او بيكنج باودر او كربونات الصوديوم، يعني حوالي 75 مللي جرام، وربع كوباية ملح ليمون حوالي 50 جرام الا ربع، وربع كوباية نشا برضو 50 مللي جرام، وربع كوباية ملح رشيدي 50 برضو ملي جرام، وثلاث معالق كبار زيت خروع او زيت خروع مع زيت زيتون، والمعطر اللي انت تحبيه او اللي موجود عندك، وثلاث معالق انا هحط معلقة زيت خروع ومعلقتين من زيت الزيتون، وهفضي كل المقادير اللي هي الناشفة مع بعضها، الملح والبيكربونات والنشا وملح الليمون، واقلبهم مع بعض. وهحط الزيت المفروض والمعطر، والمفروض كان اللون هحطه معاهم بس انا نسيت وهحطه في الاخر. بعد ما احط الزيوت هقلبهم مع بعض، وبعدين هفضيهم فوق ال، هحط لهم كمان المعطر واقلبهم مع بعض. المعطر بقى انا حطيت فانيليا، هو طبعا برضو هي تعتبر معطر ومخليه ريحه الكره روعه طبعا جدا، وبرضو عشان تبقى تخلي ريحه الجسم زي البرفان بالظبط للاستحمام. وطبعا فايده الكرات دي انتوا عارفينها، بتشيل الجلد الميت، يعني بتعمل شبه الحمام المغربي كده، وما تحتاجيش بعدها اي كريمات مرطبة لبشرتك. بدأت احط شوية مية بسيطة، لو حابة تحطي مية ورد عادي ومية عادية عادي برضو، واقلبها بس طبعا بالراحة عشان هي بتفور جامد زي ما انتوا شفتوا كده. بعدين هفضي عليها الزيت، وبحط الزيت على مرتين واقلب، وبعد كده ارجع احط الباقي واقلبه. المهم ان احنا ما نزودش المية قوي عشان احنا عايزينها تبقى شبه عجينة الحلاوة الطحينية كده، او تبقى شبه الرملة اللي عليها مية. وزي ما انتوا عارفيني بحب اقول لكم دايما على الاسرار بتاعة الوصفات اللي انا بعملها، ان السر الوحيد في الوصفة دي ان انتي طول ما انتي بتحط لها مية وبتقلبيها بتفضل تفور منك. فهنحتاج ان احنا بعد ما نقلبها خالص في الاخر، واكون حطيت لها طبعا اللون لاني نسيت احط زي ما قلت لكم في الاول، يعني تستني عليها لحد ما تفور براحتها، تحطيها في الفريزر شوية، وبعدين بتطلعيها تبدأي تشكليها. لكن لو شكلتيها وهي لسه عمالة تفور هتفضل تفور منك وهتبوظ لك الشكل اللي انت عاملاه، عشان انا جربتها حطيتها في كورة وشكلتها وكل حاجة، لقيت الكورة فتحت وفارت هي وطلعت بره في الفريزر. انا هنا بزود لها ربع كوبايه نشا تانية زي ما قلت لكم لان انا كنت خففتها شويه. وبعدين بقى بعد ما احس انها مسكت بعضها هقوم حاطه اللون، اي لون جل طعام عندك تحطيه اللون اللي انت عايزاه. عايزه تخليها لونين عادي برضو، انا هخليها لون واحد. والمهم ان احنا نعجنها شويه كده كويسين عشان نتاكد ان الملح والحاجات كلها المكونات كلها دابت. وانا بعجنها كده، اول ما امسكها واضغط عليها بقبضة ايدي كده واحس انها ابتدت تتشكل، اعرف ان هي كده تمام وخلاص كده تعتبر استوت، يعني اتعجنت كويس. فهحط لها بقى اللون الاحمر او اي لون عندك انت عايزة تشكليه او تعمليها على لونين. خلاص كده انا قلبتها وهي كده اخدت لون واحد اعتقد، فهحطها شوية في الفريزر علشان زي ما قلت لكم تبطل فوران،
عشان لما اجي اشكلها ما تضايقنيش وتبوظ التشكيلة اللي انا عملتها. طبعا زي ما انتم شايفين اللون طالع فاتح قوي، فانا هزود له حبة كمان بس عشان يبان شوية، يعني حتى لو يدي لون بينك بس، وهقلبه كده حبة وخلاص. يعني المهم يبقى ظاهر شوية. وكده خلاص خدت اللون البينك الموحد اللي انا كنت عايزاه، فحطيتها في الفريزر ربع ساعة، هبطت خالص، بطلت تفور زي ما انت شايفينها، وبتتشكل في ايدي، بقت شبه الرملة المبلولة. هعملها كور زي ما انا عايزة او اي شكل، او هحطها في السيليكون ده اللي هو بتاع الشوكولاتات والحاجات، بس طبعا يا ريت ما يكونش زي ده كده، كان المفروض يبقى سادة او ناعم، بس مش مشكلة، الموجود يعني الجودة بالموجودة. هشكلها معاكم، بس لازم تضغطيها كويس جدا، لانها ممكن لو ما ضغطتيش عليها بتفرول، فالمهم ان انت تكوريها كويس وتضغطيها جامد، او تحطيها في السيليكون وتضغطيها برضو جامد زي ما انت شايفين كده. وهو شكل الكرة من اللي انا عملته، حطيتها برضو في علبة سيليكون مربعة، كان المفروض اعملها مربعة بس قلت لا مش تبقى حلوة. وبكمل معاكم اهو. والمهم ان احنا زي ما قلت لكم نضغطها جامد خالص، يعني هتاخد وقت معاكي شوية وانتي بس تضغطيها، يعني مش كتير قوي، المهم بس تتأكدي ان انتي ايه خليتيها تبقى متماسكة كلها وشكل واحد. وكده خلصت الكمية كلها وهحطها في الفريزر لمدة ساعتين، وبعد ما طلعتها بقى من الفريزر هقلبها معاكم. ده كان شكل الكورة وشكل القوالب. هنبدأ بقى نعمل التجربة مع بعض. اول حاجه بنملى البانيو ميه دافيه، يعني حسب ما انتوا بقى حابين يعني، وبنرمي فيه وحده الباث بومب، وشوفوا شكلها وشايفين الفوران عامل ازاي وجميل ازاي، وهتخلي لون البانيو كله شكله تحفه طبعا وريحه جميله. ان شاء الله هيعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش من المش مشتركين السبسكرايب، والمشتركين ما ينسونيش من اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل في فيديو آخر إن شاء الله.